للحصول على بشرة مشرقة ونضرة رح أعرفك على مستحضرات إيفن بيتر من كلينيك. رح أخبرك هلأ على إيفن بيتر آيز دارك سيركل كوريكتور يلي بيساعد إنه يخفف لك الهالات الداكنة حول العين، وبنحصل على نتيجة 30% تحسن وإشراق خلال 12 أسبوع. طريقة استعماله بنستعمله الصبح والمساء حول العين بطريقة مساج كتير خفيفة، والمكونات اللي موجودة بقلبه بتساعد إنه تعكس الضوء وتعطينا نضارة فورية. وهلأ رح أخبريك على إيفن بيتر كلينيكال دارك سبوت كوريكتور. هو سيروم بيساعد على تفتيح البقع الداكنة، وبعد 12 أسبوع بنحصل على 58% توحد وإشراق في البشرة. طريقة استعماله الصبح والمساء حتى يساعد على تفتيح البشرة وتوحيد اللون. أكيد ضروري نستعمل كريم مرطب مع حماية من الشمس، لأنه أكثر أسباب البقع بالبشرة هي التعرض لأشعة الشمس. عنا كريم مرطب للبشرة الجافة والمختلطة، وعنا لوشن للبشرة الدهنية. نحط الكريم كمان على كل البشرة كرمال نغطيها مظبوط ونحميها من الشمس. عنا كمان كريم أساس سائل Even Better Makeup SPF 15 بيعالج البقع بالبشرة وبغطيها بنفس الوقت. رح نستعمل كريم الأساس حتى نغطي الشوائب بالبشرة، بنفس الوقت بيعالج. دايماً كريم الأساس من الأحسن أنه نبلش فيه من وسط الخد ونمده لبرا. هلأ رح نستعمل Even Better Concealer بغطي السواد وبعالجها بنفس الوقت. هلا رح استعمل لك الماسكارا، هي امباكت اكستريم فوليوم ماسكارا. وهلا عنا البلاش نحطه على الخدود تيعطينا مظهر كتير طبيعي ومنظر. وهلا رح ننهي بالتشابستيك موسترايزر ليف بالم يلي هو بنفس الوقت بيرطب الشفاف وبيعطيك لون كتير حلو.